بلغته وزمناته على وصول. زمناته من قناته يوم ورا يوم يبقى شنبات ويكلم على قد حياته. بلد هبله صدقوا تيز. ايه دي؟ ايه اللي جاب الواد هيني؟ ما تقول الموضوع يا ملوم ده الاول، وبعدين لما يجي بزرزور نبقى نقل. يا ده اللي والدتك شدتك من زورك. ايه يا ولد وانت جاي تقترع عليني؟ انت ما تتكلمش خالص. يا نادي الحاج علي اني عايز اخدم. حد عايز شيء؟ حد عايز قهوه؟ حد عايز يطرش؟ يلا ما تتكلمش. ايه ما تنضمش. ايه بس ده غلطان يا سيدي. سنتي بتتشطر عليه. عارف لو هو كبير شويه ما كنتش هتعمل معاه حركه زي دي. بس انت قلت تفتكر ايه؟ ايه بتطول دورك. صعبانه على الحته دي كل يوم من دي. ايه انا عندي اختراع. ايه يا انا بفكر ان اقول لكم على انا عايزكم في ايه. ايه واما يجي زرزور ابقوا انتوا قولوا له. يخرب بيت فكرتك يا بلوم دي. انت جامد قوي. ده خلصت كده بتاعك. عارف لو اكبر من العكاز شويه اقول لك اضربه براحتك، انما هو كله قد كده وانت عمال تتشطر عليه. ايه مفيش اجر زياده هتاخد؟ هو نفس الاجر. يبقى بتزود ليه؟ صعبان عليا والله. مالكش دعوه. قوم يا حبيبي. قوم يا اهبل. انا هقول لكم عايزكم في ايه. ثواني يا عمده ثواني. في صوت. ايه ده؟ المعلم زرزور وصل. المعلم زرزور. خش يا ليالي. حاضر. خش يا بنتي. انا جايه اهو. حاضر. خش يا ست البنات. ايه يا معلم زرزور ازاي؟ صباح الخير يا ملعوم دي. إيه وانت جايب بنتك معاك ليه؟ هو احنا رايحين القناطر للخريري. خريري؟ ايه جايب بنتك معاك ليه؟ لا ده انا قلت اجتماع يعني واهل البلد هني اهي تعمل شويه جازرينج سوشياليزيشن تتدلع يعني. يا جازري ايه لا تاكل جزر؟ ايوه يا عمده. طيب يا نادي يعني مش فاهم يا ملعوم دي الست ليالي تعباك في ايه؟ ما تجي ولا ما تجيش يعني هو الموضوع؟ ايه ايه انت عامل صعيدي؟ احنا فلاحين يا ايه يا فلاح يا ما حدش قال لي. ايوه مط الكلام في ايدي. ايوه ايه اللي جاب الواد ده هنا يا عمده؟ هو يعمل لنا اي حاجه محتاجينها. محتاجين شاي، محتاجين قهوه، محتاجين نسكافين. خلاص يتخدع هناك ومالكش دعوه بحد. امشي يا ناطع انت. يعني ما حدش طايق لي كلمتين في الكفر المقفل دي. انا اقعد اتنايا الارث. ايه اقعد جنب الزير. والنبي يا ابو العمده قول لنا انت جايبنا هنا ليه؟ عشان ما حدش فيكم عارف انا جرى لي ايه. قول لي انت جايبنا هنا ليه؟ جايبنا ليه؟ ايه ما انا هقول لكم. قول لي. انا جامعكم النهارده يا اهل البلد عشان اقول لكم ان بلدنا مش موجوده على الخريطه. ايوه مش موجوده على الخريطه. محدش مهتم ببلدني. لا الحكومه عارفه احنا فين ولا المحافظ دي دعوه ببلدني. فاحنا عايزين نفكر في فكره تخلي الحكومه تهتم بيني. ايه طب وانت ليه يا عمدي عاوز الحكومه تهتم بيني؟ يعني اذا ربما احتاجنا اي حاجه نلاقي الحكومه في ظهريني. احتاجنا مثلا ميه يجي يركبوا لنا مي، احتاجنا كهرباء يجيبوا لنا كهرباء، احتاجنا مارشميلو يجيبوا لنا مارشميلو. مارشميلو؟ ايه المارشميلو دي؟ مارشميلو الحكومه عارفه وهي بتودي لكل البلاد مارشميلو وبتيجي علينا احنا وما بتجيب لناش مارشميلو مع ان احنا ميكوناتي، احنا اولى بالمارشميلو. ايه؟ فاحنا عايزكم تفكروا. ما
فكار. انا بطلب منكم حاجه غريبه. أيوة هي ان انتم فكار، بس فكار، واللي يجي في دماغه فكري يقولها. يلا نفكر. يا شيخ البلد، يا شيخ اصحى يا شيخ البلد، العمده بتبص علينا يا شيخ البلد. وحشتني قوي يا حجي. يا لهوي، ايه دي يا حجي؟ انت خسيتي كده ليه؟ اصلي بعمل بنصايح امين اشيل بايت. وايه دي يا حد؟ ايه دي؟ دي سيكسي ماكس ليه ولا ايه يا حد؟ شيخ البلد العمده، العمده العمده يا شيخ. ايه اللي بيحصل؟ ايه دي؟ شيخ البلد واحد الغفر؟ ايه؟ معقول ايه؟ الاجتماع خلص ولا ايه؟ اروح علي بقى. الاجتماع ما بداش يا شيخ البلد. لسه انا مجمعكم، لسه هنبتدي اهو. اصحى معانا كده وفاو. انا هصحى اهو. انت على طول نايم؟ لا لا، افضل واقف. ما بتقعد بتنام. ها ايه؟ ها فكرتوا اهل البلد ولا ما فكرتوش؟ ايوه يا عمدي فكرنا، بس ما لقيناش حاجه والله. ما لقيتوش حاجه؟ ايوه والله ما لقينا حاجه. بص يا حاج، انا عمري ما مديت ايدي على ستات. لا مدي يا عمدي. ماني بقول لك عمري، يعني ما مديت ايه؟ مدي يا عمدي. ما تفتكريش ان الكتره تغلب الشجاع. انا عمري ما مديت ايدي على ستات. بس يا حاج تعالي هنا، اقعدي جنبي. تعالي هنا عشان خاطرك انت يا شيخ البلد. سيب العمده في حاله وتعالي اقعدي جنبي. اخيرا يا شيخ البلد لقيت لك فايدي. اهدي يا عادل. ازاي اهدي؟ اعتبريها الزبده اللي ما بيني. دي زبده بس اتحرقت. دي المورتي اللي احنا بنلمها من على الزبده ونرميه. قومي يالا من عندك. لا وقليت قوي. انا فكرت يا جناب العمده. ايه؟ فكرت في افكار ابيح اللي هي زائد 18. بتاعت ما قلت لي فكر، وانا كل اللي في دماغي افكار تخينه. لا مش عايزين الافكار السخيني، احنا عايزين فكري ازاي تجيب الناس لغايه عندين. طب والنبي يا جناب العمده قول لنا، انت عارف ان احنا بهايم ما بنعرفش نفكر. ايوه انتوا ما بتعرفوش تعملوا حاجه من غير يعني انتوا يا بلد من غيري ولا تسووا اي حاجه. يعني انت عندك فكري؟ ايوه عندي فكري. ازاي الحكومه تهتم بيني ويبقى بلدنا مشهوري. انا فكرت في فكري ان احنا نولع في كام دار من اللي عندنا في البلد، ايه، ونقول ان الجن هو اللي ولع في الدور دي. التلفزيون والجرايد وكل الناس هيقولنا لغاية عندين. امال ايه؟ ايوه امال ايه؟ وساعتها بلدنا هتبقى مشهوري، ويقولوا بصوا البلد اللي طلع فيها الجن، ميت كنافه طلع فيها. ايه يا اولاد؟ طلع فيها الجن. ايه وهنعمل ايه في الجن يا اولاد؟ والناس يجوا لنا خلاص. يبقى احنا بقى ما يجي التلفزيون هنعمل ايه لما يجي التلفزيون؟ وبعد كده انت عايز مين من الاعلاميين يجي يعني؟ لما يجي التلفزيون ان شاء الله هنبقى بلدنا مشهوره، ويجي لنا كمان الاستاذ وائل الابراشي. يا يجي لنا كده هو بسلطانيه الزبادي اللي على دماغه. يا ويجي يستضيفني. ايه طب انا هعمل نفسي الاستاذ وائل الابراشو. ايه ابراشو؟ ايه ما مش ابراشان. وانتوا بقى الناس اللي لبسكوا الجين. احنا الملبوسين. انتوا الملبوسين. ماشي. ايه هعمل نفسي انا هعمل لكم بروفل. ماشي بروفل على لما يجي الاستاذ وائل. يلا نتلبس. يلا نتلبس يا جماعه بسرعه. يا روما جاهزين؟ احنا دلوقتي في قرية فقير اسمها ميكو ناف. وريتها كنافة بالمكسرات؟ لا دي كنافة قرديح. احنا في ميكو ناف بنقابل الناس اللي في ميكو ناف اللي دخل عليهم الجن ولبسهم وجننهم. مش عايز المشاهدين يخافوا. اوعوا تخافوا لان الناس كلها بتترعب من الحاجات دي وبيبلوا السراير بالليل.